استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الدكتورة تسنيم غالب عطاطره ممثل منظمه الصحه العالميه في مملكه البحرين وفي مستهل اللقاء اشاد وزير التنميه الاجتماعيه بدور المنظمه وجهودها البارزه والراميه الى تعزيز انماط الحياه الصحيه في المجتمعات مؤكدا حرص الوزاره على ترسيخ سبل التعاون المشترك من اجل دعم تطلعات مختلف فئات المجتمع ومنهم كبار السن وذوي الاعاقه وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لكبار السن والاستراتيجيه الوطنيه للاشخاص ذوي الاعاقه بالشراكه مع مختلف القطاعات